سجلهم طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في موضوع مهم جدا 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 في مساق منظمة تشغيل، وهو بيحكي عن السي بي يو سكيجول. سي بي يو سكيجول طيب بدنا نأجله شوية لأنه بدنا نشوف في شغلات متعلقة في السكيجولينج وفي الميموري أهم شوية من موضوع السينكرونيزيشن، لأنه ككونسبت سينكرونيزيشن صار موجود عندكم، ولكن من ناحية سكيجولينج ألغوريثمز في شغلات كثيرة يفترض أنه تتعرفوا عليها، كذلك شغلات متعلقة بالذاكرة. طيب رح نحكي عن مفاهيم أساسية، رح نحكي عن scheduling كريتيريا، معايير الجدولة، كذلك رح نحكي على algorithms. في أنا عندي عدة algorithms مستخدمة في scheduling حنشوفها. حنحكي عن موضوع thread scheduling، multiple process scheduling، real time CPU scheduling. حنشوف إيش الأمثلة أو كيف وضع أنظمة التشغيل بخصوص scheduling، وكيف ممكن نقيم الالغوريثم هذا، انه نقول الالغوريثم هذا كويس او لا في السكيجول. طيب احنا اتفقنا انه كبيزك كونسبت انه انا عندي حاجه اسمها الكونتكست سويتش، او بمعنى اخر انه عاده العمليات بتحتاج انه تعمل فيها دورتين اساسيتين اللي هي سي بي يو بيرست والآي أو بيرست. سي بي يو بيرست اللي هي الدورة اللي بيحتاج فيها العملية لبروسس كتيرة من أو لأوبريشنز كتيرة من السي بي يو، أريثمتيك، جمع ضرب طرح قسمة أكبر من أصغر من، وكل اللي أنت بتشوفه قدامك في الواجهة في الجرافيكال يوزر انترفيس بتحول لعمليات حسابية في الأخير. هذه سي بي يو بيرست. في عندي الـ I.O. Burst، انه انت زي ما انت اخذت في البرنامج بتيجي بتشغل البرنامج تبعك وبتيجي عند لحظة معينة تطلب من المستخدم انه هو يدخل input معين، او انت جمعت ملفات معينة وبدك تكتب النتيجة على فايل، هذا عبارة عن I.O. Burst. الآن في الـ I.O. Burst الـ CPU الـ process بدها تطلع من الـ CPU، بدها تطلع من الـ CPU بدنا نستغلها انه هي تشتغل شغل لعملية تانية. تمام؟ فالهدف احنا نعمل maximization للسي بي utilization، حيث انه نستغل المعالج اقصى ما يمكن. تمام؟ كيف؟ انه لما عملية معينة تطلب IO بنروح بندخل عملية تانية مباشرة انه على السي بي يو عشان السي بي يو ما يضلوش فاضي، فهيك بحقق الماكسيموم يوتيلايزيشن. تمام؟ فزي ما ذكرت انه العمليات لو احنا طلعنا عليها عادة انه CPU IO CPU IO CPU IO بتلاحظ هيك اغلب العمليات، فاحنا بدنا نعمل الماكسيموم يوتيلايزيشن، كل ما عملية تروح على الـ IO بنجيب غيرها عشان نشغل المعالج قدر الامكان. ديجيتاليزيشن utilization استغلال، maximum utilization الاستغلال الأقصى أو الأقصى حد من يعني أقصى ما يمكن. طيب هنا histogram بيوضح لي للـ CPU first time، يعني بمعنى أنه أغلب البرامج زي ما انت شايف انه اول ما بتشتغل تطلب سي بي يو بيرست عاليه، تطلب عمليات كثيره من المعالج. تخيل انه انا شغلت الباوربوينت
اول تحميل الباوربوينت بطلب عمليات عليه انه نعمل انيشاليزيشن للانترفيس ويعمل لود لكمبوننت كذا ويعمل كذا ويسوي كذا. وبعد هيك هيني بعرض في السلايد، والسلايد هذه انه مجرد انه ديسبلاي على الاوتبوت. تحتاج سي بي يو كثير؟ لا. فاغلب البرامج انت راح تلاقيها زي هيك، تفتح البراوزر تمام، تعمل كليك بيعمل لك لود على البراوزر، تعمل كليك على لينك معين على خبر معين، وبتقعد لك شويه انه انت تقرا في الخبر هذا. بعد هيك ممكن تعمل كليك على لينك ثانيه. ففي الغالب انه انت بدايه تشغيل البرنامج بتحتاج سي بي يو بيرست عاليه، لكن بعد هيك انه انت بتحتاج سي بي يو بيرست اقل. وهذا الاشي اللي موضح عندك هنا في هذا الهيستوغرام، هاي معناه هذا الكلام. لو احنا اطلعنا على طبيعه البروسيسز انه اغلبها زي هيك، في انا عندي بروسيس ثانيه انه بتضلها تعمل يوتيلايزيشن للسي بي يو طوال الوقت، تعمل كومبيوتيشن معين، تشيك تشفير، تعمل ماتريكس مالتيبليكيشن وهيوج ماتريكس اوبريشنز، فبالتالي انه بتضلها شغله المعالج اغلب الوقت تمام. لكن اغلب برامج المستخدم بتكون بهذا الشكل. طيب كذلك الراجع، هذا الكلام كله مش جديد، الراجع انه سي بي يو سكيدجولر. احنا اخر اخذنا انه في عندي شورت تيرم سكيدجولر، في عندي اللونج تيرم، في عندي الميديوم تيرم، اخذنا كل واحد لايش بالضبط. الشورت تيرم ايش وظيفته؟ وظيفته انه يحدد بين العمليات الموجوده في الريدي كيو، يحدد واحده منهم ويعمل الوكيت للسي بي يو ويعطي لها اياها تمام. يبقى هنا الكيو هذا ممكن انه يكون مرتب بطرق مختلفه. لو كان انا عندي الكيو هذا مرتب بطريقه الفيفو first in first out، معنى ذلك انه العمليه اللي بتيجي بتدخل اول في الكيو هي اللي حتحصل المعالج اول وهكذا. لكن لو كان مرتب بطريقه ثانيه priority queue، انه انا عندي اول عنصر في الكيو بيتحدد حسب الفاليو تبعت البريوريتي تبعته، فبكون الوضع مختلف تمام. فعشان هيك هنا بحكي لك انه الاوردر تبع العمليات انه ممكن يتحدد بعده طرق. طيب هلقيت السكيجولينج ديسيجن ممكن يصير لما البروسيس يصير معها واحدة من الحالات هذه. يعني متى السكيجولر يفترض انه مطلوب منه ياخذ قرار؟ ايش هو القرار؟ تبديل اختيار عملية واعطاء السي بي يو لها انه هو يبدل لعملية ثانية. متى؟ اول خيار انه يعمل سويتش من الرننج للويت ستيت. الخيار الثاني سويتش من رننج لريدي، ينتقل من حاله التشغيل للانتظار بالضبط. انه هنا في هذه الحاله بده اي او، فانا عندي عمليه شغاله طلبت اي او راحت على ويت للاي او ديفايس، خلاص السي بي يو فاضي. معنى ذلك انه مطلوب من السكيجولر انه ياخذ قرار يحدد عمليه من العمليات الموجوده بالكيو يعطيها السي بي يو. Switch from running to ready state. في هذه الحالة بتكون العملية اللي شغالة أصلاً خلصت حصة الوقت تبعها بدنا نرجعها على الريدي كيو. في الحالة الأولى بتكون طلبت IO، الحالة الثانية خلصت الوقت تبعها بدنا نطلعها. في هذه الحالة مطلوب من السكيجولر برضه يختار واحدة من العمليات الموجودة في الكيو ويعطيها السي بي يو، ويعطيها السي بي يو. نعم. الحالة الثالثة switch from wait to ready. العملية اللي كانت في الاي او wait خلصت، لما بدها ترجع وانت ترجع بدها ترجع في الريدي كيو تمام. ساعتها برضه السكيجولر ممكن انه ياخذ قرار، يا اما يعمل switch لها او يخلي العملية اللي حاليا شغالة بعد ما تخلص يعمل switch لها. الفكرة في الموضوع انه في هذه الحالة مطلوب مني decision، بغض النظر انه ايش هو الديسيجن، انه احنا
نختار عملية جديدة ولا نخلي العملية اللي شغالة حاليا انه مين اللي بحدد السكيجولر الديسيجن هذا ايش يصير يعني السكيجولر هو اللي بياخذ القرار هو اللي بياخذ هو عبارة عن الجوريثم بيجذب لي العمليات هو بياخذ قرار انه احنا يفترض انه نعمل سويتش لعملية ثانية او نضل شغالين في عملية اخر حالة انه صار ترمينيت ايش يعني ايش هي التهاب العمليه اللي شغاله حاليا في السي بي يو خلصت مش خلصت وقتها انهت شغلها معنى ذلك انه انا مطلوب مني قرار احدد عمليه جديده من الريدي كيو عشان اعطيها السي بي يو فايش هي الحالات اللي بتكون مطلوب من السكيجولر انه ياخذ قرار سويتش رانينج لويت رانينج لريدي ويت لريدي بالاضافه للترمينيت هلقيت واحد وأربعة نون بري امتف أما البقية بري امتف النون بري امتف استنى شوي ترجمتها استباقية وغير استباقية معناها هنا لا انا عمالي بتذكر انه هذه لايش وهذه لايش حكيت انه انا بريمتف معنى ذلك انه نقدرش نطلع السي بي يو غصب العملية غصب عنها. بريمتف بنطلع العملية. طلع ولا ما طلع؟ نقدرش نعملها الظهر. كيف؟ يعني نقدرش نعملها هذا العملية. لازم تنجح لحالها. بالضبط. بالضبط. هذا واحد وأربعة. مش إنها نقدرش إنه نطلعها من السي بي يو غصب عنها. معنى ذلك إنه هي بتطلع. من السي بي يو في حالتين لما بتكون بدها اي او هي تكون طلعت بكيفها او ترمينت برضو بكيف اما اثنين وثلاثة بري امتف ايش يعني بري امتف غصب عنك مش بكيفك خلصت حصتك بدك تطلع من السي بي يو تمام او انه بتكوني انت ويت في الاي او ديفايس ورجعتي مره ثانيه على ريديت على الريدي كيو خلص بدك ترجعي حسب المعايير تبعتي تمام واضح الفرق بين البري امتف والنون بري امتف تمام طبعا هذا التفصيل ما فيش داعي انه نتطرق له يعني انه في هذه الحالة انه بدنا نشوف وضع البريمشن انه شو وضع الكيرنل في هذا الموضوع وهاي الشغلات يعني بس انه بيهمنا الكونسبت هنا حاليا طيب الديسباتشر يبقى انا عندي سكيجولر شوف عمالنا بناخد مصطلحات لسه بديناش في الالجوريثمز بدنا نخلص المصطلحات بعديها بنبدأ في الالجوريثمز الديسباتشر الديسباتشر هو عبارة عن موديول بيعطي الكنترول تبع السي بي يو لعملية معينة يبقى السكيجولر ايش وظيفته تحديد مين العملية اللي بدنا نعطيها للسي بي يو وهيني بدي احكي لك اياه بس بذكرك في تعريف السكيجولر تعريف السكيجولر بيحدد لك مين العملية اللي بدنا نعطيها السي بي يو لكن عملية تسليم او تمكين السي بي يو لهذه البروسيس مين بتولى هاي الشغله الديسباتشر بالضبط ايش بيسوي بعمل التسليم بالضبط يعني مهمه تسليم السي بي يو للعمليه بتولاها ديسباتشر اما السكيجولر بس بيحدد مين العمليه اللي بدنا نعطيها السي بي يو نعم تمام يبقى الشورت تيرم سكيجولر
هو انه يحدد لك يعني انه ديسباتشر هو عباره عن موديول بيمكن بروسيس معينه من السي بي يو، والبروسيس هذه اصلا تم تحديدها من خلال الشورت تيرم سكيدولر. طبعا الديسباتشر ايش وظيفته؟ ايش مفهوم التمكين هنا؟ مفهوم التمكين هنا انه يعمل كونتكست سويتش لود بي سي بي سيف بي سي بي، او سيف بي سي بي بالاول وبعديها لود بي سي بي، وبعديها يعمل سويتش لليوزر مود. ليش؟ لانه هذه الشغله بعملها بالكيرنل مود بالضبط، تمام. بالاضافه انه يعمل قفزه في الكود للمكان المناسب عشان يستأنف العملية هاي بالضبط، يبقى يشوف البي سي وين كان مؤشر ويرجع يستأنف العملية. يبقى ثلاث شغلات، ايش بيسوي؟ الشغلة الاولى context switch، اكتب جنبيها save بي سي بي load بي سي بي. context switching context، switching context معناها انه يعمل save لل بي سي بي للبروسيس اللي حاليا شغاله، ويعمل لود للبروسيس اللي تم اختيارها. يعني اختصارا اكتب جنبيها سيف بي سي بي لود بي سي بي. فاكرين البي سي بي؟ بعديها سويتش لليوزر مود. ليش؟ لانه العمليه هذه بتشتغل لليوزر مود. بروسيس كنترول بلوك اللي فيها معلومات البروسيس هذه كلها. وبعد ما يعمل سويتش لليوزر مود بده ينتقل للمكان اللي كان شغال فيه اخر مره عشان يستأنف العمليه. هاجت هذه الشغله بتاخذ وقت. الوقت هذا ايش بنسميه؟ ليتنسي، تاخير. فالديسباتش ليتنسي هو تاخير الديسباتشر، الوقت اللي بيستغرقه انه يعمل الثلاث شغلات هذول، او بمعنى اخر هو الوقت اللازم اللي بياخده الديسباتشر عشان يعمل ستوب للبروسيس وستارت لانذر بروسيس. طيب احنا بدنا نجدول الان، بس بدنا نجدول على اساس معايير. كيف بدك اجدول لك العمليات؟ ايش المعايير تبعتك؟ فبدنا نشوف ايش هي المعايير. هنا عندي 1 2 3 4 5 معايير، تمام؟ معايير للجدول يعني؟ نعم. سي بي يو يوتيلايزيشن اول معيار، شو تعريفه؟ احنا بدنا الالجوريثم تبعنا يستغل المعالج اقصى قدر، يبقى keep the CPU as busy as possible، اشغل CPU اهلكه قدر الامكان. هذا اول معيار. المعيار الثاني الثروبوت. الثروبوت هو عدد العمليات اللي بتم انجازها او انهائها، تمام، بير تايم يونت. يعني مثلا باجي بحكي انا عندي في دقيقه او في ثلاث دقائق كم عمليه خلصت؟ خلصت 7 عمليات كومبليت، كلها ترمينيشن صارت، انهيتها كلها بالكامل. لكن بنيجي الجوريثم ثاني انه خلال الثلاث دقائق هذول انجز لي 3 عمليات، تمام. فالمعيار هذا احنا بنسميه ثروبوت. فبقدر اقول انه والله هذا الالجوريثم احسن ولا الالجوريثم هذا احسن. ليش؟ لانه الالجوريثم هذا انجز لي 7 بينما هذاك انجز لي 5 او 3، تمام. يبقى هذا هو الثروبوت. المعيار الثالث التيرن اراوند تايم، وقت التدوير. ايش هو وقت التدوير؟ هو الوقت اللي بلزم عشان اعمل اكسكيوت لبارتيكولر بروسيس. هو الوقت اللازم عشان اعمل تنفيذ لعملية معينة. هذا الوقت بيشمل ال CPU time زائد الويت.
مش احنا حكينا انه هي تنقل مره بتروح على بتكون في الريدي بعديها بتروح على السي بي ورانينج بعديها بترجع مره ثانيه للريدي بعديها بتروح على الاي او هدول مجموع الاوقات الثلاثه كلهم بنسميه الاكسكيوشن تايم او تيرن اراوند تايم. اما الويت تايم هو عباره عن وقت جزئي من التيرن اراوند تايم هو الوقت اللي بتنتظره عمليه معينه في الريدي كيو طبعا مجموعهم لانه يعني عمليه معينه ممكن انه تكون موجوده في الريدي كيو تروح على رانينج ترجع على الريدي مره ثانيه تروح على الرانينج ترجع على الريدي مره ثالثه تمام فبدك تجمع هذول الفترات الثلاثه بعطي لك الويت تايم. الريسبونس تايم الريسبونس تايم هو الوقت اللازم اللي بتاخده نظام التشغيل من لما يستلم طلب معين لغاية لما يعطيني أول ريسبونس هذا بنسميه ريسبونس تايم. يعني أنا ما أعمل طلب معين أعمل دبل كليك مثلا على بروسيس معينة أول ريسبونس أنا إجاني طبعا الوقت هذا اللي اخذ تحميل البروسيس وعمل هذا الشغل كله اول ريسبونس انا اجاني بالضبط هذا هو الريسبونس تايم. وبناء على هذا التعريف يا عبد الرحمن ايش اللي بدنا نعملها ماكسمايزيشن وايش اللي بدنا نعملها مينيمايزيشن لما بدي اصمم الجورثم معين ايش اللي بدنا نزوده وايش اللي بدنا نقلله طب استجاب بده يزيد من الوقت اليوتيلايزيشن تايم اكيد بدنا نزوده الوقت اللي بدي اقلل خلينا بالترتيب خلينا بالترتيب الثروبوت بدنا نزوده نزود عدد العمليات اللي تم انجازها في وقت معين التيرن اراوند تايم بدنا نقلل والويت تايم بدنا نقلل الريسبونس تايم نقلل الريسبونس نقلله الريسبونس تايم وقت الاستجابه كل ما كان وقت الاستجابه اقل بيكون اسرع فبالتالي اي حاجه بتلاقي فيها تايم على طول مينيمايز تمام هاي الكلام هذا في السلايد ماكسمايز ماكسمايز مينيمايز 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 فهمنا للكريتيريا هاي نيجي لأول الجورثم First come first served FCFS أنا عندي مجموعة من العمليات B1 B2 B3 هذه الفيرست تايم تبعها 24 3 3 طبعا وصلتني حسب الترتيب هذا ايش هذا الجرثوم البيرست تايم انه قديش الوقت اللي محتاجاه في السي بي يو تمام طب 24 تايم يونت بغض النظر كانت بالمينت بالسكندز بالتايم يونت من تحدد نعم ايش تحدد الوقت البرنامج البروسيس اللي حتطلع في انا عندي بقدر اعمل استيميشن بس احنا هنا اعطينا هذا ك given numbers عشان انه نفهم الالجوريثم هذا كيف بيشتغل تمام افترض انه انا عندي ثلاث عمليات وصلت بالترتيب هذا B1 2 3 وكانت B1 بدها من المعالج 24 والثانيه 3 والثالثه 3 تمام بدنا نعمل حاجة اسمها الجانت تشارت هذا هو الجانت تشارت ليش؟ للتاسك او لل حقت من الجانت تشارت هذا بيساعدك انه انت تحسب هذه وتحسب هاي الافرج الويتنج تايم والافرج ويتنج تايم تمام؟ فأنا
ببدأ. والله أنا عندي وصلت بالترتيب هذا، مدام إحنا النظام تبعنا first come first served، أول واحدة وصلتني بواحد، قديش بدها؟ 24. هاي من 0 لغاية 24، هذه كلها بواحد. بعديها بي 2 بدها 3 من 24 ل 27، وبعديها بي 3 من 27 ل 30. بعمل هون بروسيس حسب الترتيب. مش احنا النظام تبعنا فيفو؟ هذا برضه فيفو. فيرست ان، فيرست اوت، او فيرست كام فيرست سيرف، اللي بيجي اول بنخدمه اول. فبالتالي بي واحد قديش استنت؟ زيرو. اول طول اجت وبعمل لها بروسيس، فيش يعني عندي بروسيس قبليه. تمام؟ بي 2 24 اجت لقت انه البروسيس الاولانيه موجوده وبدها 24، بضطر اني انا استنى 24. بي 3 بدها تستنى بي 1 وبي 2 حتستنى، حتبدا عند 27. عشان هيك الجانت تشارت بيساعدك، هنا 7 24، هنا 0 طبعا، هنا 24 وهنا 27. جبنا الويت تايم لكل واحدة، بدنا نجيب الافرج. الافرج للاولانيه 0، الثانيه 24، الثالثه 27، على 3 بيطلع لنا عندي 17. هذا بدي اطلع له. طيب لو غيرنا الترتيب، اجتني بي 2 بي 3 بي 1، العملية الأطول اجت في الأخير. كيف حيكون الجانت تشارت؟ 0 3 6، بعدها من 6 24، الأولانية 3 والثانية 3 والثانية والثالثة 3 والأولى 24، يبقى من 6 لغاية 30. الويت تايم للأولانية كديش؟ أولانية بواحد، بواحد متى بدأت؟ عند 6. بي 2 بدأت فورا 0، بي 3 3، واضح بتصور؟ الافرج 6 زائد 0 زائد 3 على 3 3، قارنه بال 17 فرق كبير. سلايد السابق مش قبل التايم، انه معنى ذلك انه الافرج ويتنج تايم بيعتمد بشكل كبير على ترتيب العمليات، وهذه الشغله انا ما بقدرش اني اضمنها. في ممكن انه انت تجي لك عمليه طويله وتضلها معلقه كل العمليات اللي بعدها، بينما لو خليتها انت في الاخير ممكن انه يقل الافرج ويتنج تايم، تخلص العمليات الصغيره بالاول بسرعه حسب الاولويه مرات. طيب ايش العمليات؟ احنا المعيار تبعنا هنا فيرست كام فيرست سيرفد، هيك الالجوريثم بيشتغل. الاولويه هذا الالجوريثم ثاني لسه حنجي. طيب ايش العمليات كثيره؟ ايش في عمليات كثيره؟ عندك برنامج مثلا بعمل لك ريندرينج لفيديو، او مثلا بعمل لك كومبريشن لملف فيديو او لفايل، فهو بيطول، او يفك تشفير او شغله زي هيك، ممكن انه هو يطول. اما عمليات ثانيه انه ممكن تكون انه هي بتحتاج وقت صغير. طيب يبقى هو الوضع في الافرج ويتنج تايم افضل بكثير من الوضع السابق، هذا بنسميه الكونفوي افكت، تاثير القافله. ما هو تاثير القافله؟ انه شورت بروسيسز بتكون بيهايند ان لونج بروسيسز. العمليات القصيره بتكون خلف العمليات الطويلة، هذا بيعمل لي قافلة، بزود الوي. يعني انت حتلاقي عندك كمشة عمليات بتستنى ورا العملية الطويلة. هاي
بدي شوي تبقى ايش هو الكونفوي افكت؟ الكونفوي افكت هو وجود عمليات قصيرة خلف عملية طويلة. هذا الكيس هذه بتخلي انت عندك مجموعه من العمليات، يعني عندك زي قافله، عندك مجموعه عمليات تنتظر لوقت طويل، عمليه موجوده عندك في الاول بطيئه، مش بطيئه بالاحرى، بتاخذ وقت طويل. تمام، ممكن تصدف معك انه العمليه هذه الطويله بتكون انه هي بتطلب سي بي يو باوند اعلى بكثير من العمليات الثانيه اللي هي بتحتوي على اي او باوند بروسيس. خدنا الشابتر اللي فات او اللي قبله، مش شابتر، في شابتر 3 بعتقد، انه انا في عندي سي بي يو باوند بروسيس والاي او باوند بروسيس. سي بي يو باوند بروسيس بتحتاج سي بي يو اكثر من الاي او، والاي او باوند بروسيس العكس، بتحتاج اي او اكثر من السي بي يو. تمام، فالكونفوي افكت ممكن تتخيله انه ممكن يصير اذا كان في عندي عمليه تحتاج لسي بي يو كتير ووراها عمليات كتيرة بتحتاج لآي او كتير. طبعا وجود عمليات الآي او ورا، لو كانت انه هي في الاول انه ممكن تشتغل شوية بعد هيك تحتاج للآي او، حتطلع بندخل اللي وراها على طول. طيب، بما انه ترتيب العمليات الاقصر في البداية بيعطيني average waiting time اقل، خلينا نخترع الجوريثم جديد اسمه الشورتست جوب فيرست او الاس جي اف. تمام، يبقى هنا في هذه الحاله انه بنعطي السي بي يو للعمليه الاقصر من ناحيه التايم. يبقى كل عمليه بده يكون مرتبط معاها السي بي يو بيرست تايم كوقت. تمام، وبروح نعطي السي بي يو للعمليه الاقصر الشورتست. طبعا هذا الالجوريثم هو الاوبتيمال الجوريثم، ان هو فعليا بيعطيني المينيموم افريج ويتنج تايم، ولكن في عندي صعوبة. ايش هي؟ انه كيف انا بدي اعرف اللينث تبع اوبتيمال هذا، يعني اوبتيمال هو افضل الجوريثم بيعطي لك المينيموم افريج ويتنج تايم. اوبتيمال معناها هو الافضل او الامثل، الجوريثم الامثل. ليش الامثل؟ لانه بيعطيني المينيموم افريج ويتنج تايم. هو فعليا هيك، بس ايش مشكلته؟ انه بشكل فعلي كيف انا بدي اعرف السي بي يو تايم لكل عمليه؟ يبقى الديفيكولتي از نومينج، معرفه اللينث تبعت السي بي يو، النكست سي بي يو بيرست تايم. ممكن نسال المستخدم؟ المستخدم شو عرف؟ ف بدنا نشوف بعد ما ناخذ مثال، بدنا نشوف انه كيف ممكن نعملها استيميشن، ممكن يزبط الوضع انه احنا لو عملنا لها استيميشن. استيميشن تقدير، يعني تقدير مش بالضروره انه يكون انه اكزاكت، شغله اكزاكت تقريبا يعني. مفهوم ايش هو اللينك يعني العمليه الثانيه؟ طيب لا، انت بتجي لك عمليات وبتكون عارف الوقت تبعها، مين بتشغل اول؟ العمليه الاقصر.
وتحط انه زي ما قلت لك انا في البدايه لما اخذنا في الفيرست كم فيرست سيرف انه هذا التايم احنا اخذناه عشان نفهم كيف الالجوريثم بيشتغل، يبقى هذا معطى. لكن هو فعليا انا عندي فيكم شو بعرفني انه العمليه هذه قديش بدها تاخذ وقت؟ صعب. فبدنا نعملها استيميشن. يبقى معرفه هاي الشغلات صعب، فممكن نحن نعملها استيميشن. حلقيت انا بالنسبه لي في المسائل جيفن عشان نفهم الالجوريثم كيف يشتغل. يبقى انا عندي العمليات بي 1 لغايه بي 4 والاوقات 6 8 7 3 بيجي ايش المبدا تبعنا؟ الشورتست فيرست. مين اقصرهم؟ ثاني اقصر 3 اللي هي بي 4. فبي 4 بتبدا في الاول من 0 ل 3، بينما اللي بعد 3 قديش؟ 6. بي 1 من 3 ل 9، بعد هيك بي 3 اللي هي 7 من 9 ل 16، وبعد هيك 8 اللي هي من 16 ل 24. نيجي نحسب الافرج ويتنج تايم، تمام؟ طبعا تبع الاولانيه انه 0، هذه 3 عفوا بي 1 هيها 3، بي 2 16، بي 3 9، وبي 4 0 7 على 4 طبعا بيطلع 7. فهو بيعطيني الاوبتيمال، عرفنا كيف بيشتغل. هلقيت بدنا نحدد اللينث تبع النكست سي بي يو بيرست. كيف ممكن نحدده؟ ممكن نحن نعمل استيميت يعني تقدير، تمام؟ التقدير هذا مبني انه انت بتحتاج، العمليه بتحتاج سلسله من السي بي يو تايم او السي بي يو بيرست. طول سي بي يو بيرست معينه بيكون بيعتمد على اللي قبله. يعني مثلا سي بي يو بيرست تايم تبع العمليه معينه انه كانت السابق 3، يبقى النكست اكيد حيكون 3 ملي سكند مثلا، تمام؟ فبالتالي ممكن انه احنا نستخدم هذا التقرير. وممكن نعمل exponential averaging. كيف يعني؟ أنا عندي tau، عندي tn هو الـ actual length time للـ nth CPU burst time، عندي tau n plus 1. كل ما تلاقي tau معناها predicted، t معناها الـ actual، هنا الـ n plus 1 معناها next، n الحالي، تمام؟ يبقى الـ actual length للـ n CPU burst هي tn. التاو n plus 1 معناها الـ prediction للـ next CPU time للعملية. ايش بتاخذ معناها؟ ليش؟ الـ next. العملية راح تصير في التالت، لا 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 لا. ركز معي، حكيت احنا اتفقنا من البداية انه اي عملية سي بي يو اي او سي بي يو اي او سي بي يو اي او هيك سلسلة، هيك طبيعة العمليات. تشتغل شوية سي بي يو بتلاقي انه هي بدها شوية اي او، ترجع تشتغل سي بي يو بدها اي او، تمام؟ فممكن تطلع على البروسيس انه هي عباره عن سلسله من السي بي يو بيرست تايم. فبدنا نعمل استيميشن مثلا لهي، قديش راح يكون وقتها بناء على البريفيوس. هاي الفكره تبعت الاستيميشن، تمام؟ ف الان التي ان اللي هو الاكشوال تايم تبعت السي بي يو بيرست تايم في الوقت الحالي، الان بلس 1 اللي هي النكست، بدنا نعمل بريدكشن للنكست، قديش حتكون من خلال هذه المعادله اللي هي الاكسبوننشال افريج.
طبعا بده يكون في عندي باراميتر اسمه الفا. الالفا هذا بتكون قيمته بين الزير والواحد. هذه المعادله جايه من توزيعات الاحصائيه probability distribution exponential. تمام، بتقول انه هي بتزبط اكثر شيء مع السي بي يو بيرست تايم. لو كان التوزيع تبعها مختلف بستخدم معادله مختلفه. طبعا هذه الشغلات بتكون معطى بالنسبه لك. يبقى البريدكشن بيساوي الفا في تي ام زائد واحد ماينس الفا في تاو. عادة او بشكل شائع بتم تحديد الالفا الفاليو تبعتها انه هي نص. تمام؟ والالجورثم هذا في منه نسختين، بري امتيف ونون بري امتيف. ايش يعني بري امتيف؟ يعني انا شغال في عمليه انا اخترتها هي الاقصر. تمام، يفترض انه هذه محتاجه 10 سكندز، اجت وانا شغال لسه، شغلت لسه يا دوب اول خمسه، ضايل لي خمسه، اجت لي عمليه اقصر من اللي انا ضايل لي ثلاثه. اجت لي عمليه بدها ثلاثه، تمام؟ فانا عندي في الويت كيو عمليه بدها ثلاثه سكندز، وفي انا عندي عمليه لسه ضايل لي منها خمسه، هذيك تعتبر اقصر، نعمل بري امشن بنطلعها غصبا عنها عشان نجيب العملية الأقصر. أما النون بريمتف خلص صرتي داخلة، خلص الشغل تبعك، مش مستاهلة يعني. وبعديها نختار النكست جوب الأقصر. طيب شو؟ لا طبعا هنا السي بي يو بيرست تايم هذا الاكشوال، اما الجس او البريدكشن هي التاو. تمام، يعني هنا بجيب لك انه طبق المعادله هذه وبجيب لك قديش انه الاستيميشن نوعا ما ها قريب. يعني هذه كانت الاكشوال 6 عملها بريدكشن 8 قريبه نوعا ما، هذه 4 جابها 6، هذه 6 جابها 6 فعلا، هذه 4 جابها 5 قريبه كثير. تمام، فبالتالي الاستيميشن نوعا ما ها ممكن يزبط. شو قريب؟ نعم طبعا هذا اكزامبل انه بوجه لي كيف انه هذا الكلام مش مطلوب. لا 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 مش يعني انا حجيب لك مسائل بالضبط، حجيب لك مساله زي هيك، حجيب لك الارايفل تايم، حجيب لك البيرست تايم، انت مالكش دعوه، هذا عملنا له استيميت. انا بحكي لك هنا في الاو اس كيف بدنا نعمل له امبلمنتيشن، هي الشغله احنا ما بنعرفهاش، فبنقدر نعملها استيميت. لكن انت في الامتحان مطلوب منك انه انا بعطي لك السي بي يو بيرست تايم وتحدد لي الافرج ويتنج تايم وتعمل الجانت تشارت على هذا الاساس. طيب عندي عمليات بي 1 لغايه بي 4، الارايفل تايم 0 1 2 3. هنا دخلنا عامل جديد للارايفل تايم. ايش بطلع؟ ايش هو اللي ايش بطلع؟ وقت الوصول. ماشي عشان نفهم ايش يعني وقت وصول الترتيب هم اللي. بالضبط ترتيب يعني الترتيب الزمني لوصولهم كعمليات. انا عندي ات تايم 0 وصلت بي 1، بعديها بثانية وصلت بـ 2 وهكذا. ليش؟ لأنه بشتغل أنا بري امتف، يعني بمعنى أنه وأنا شغال جتني عملية أقصر بطلع. طيب سي بي يو بيرست تايم 8 4 9 5، ركز معايا. ات تايم 0 مين واصل عندي؟ بي 1. في غيرها؟ لا. ايش بنسوي؟ بدنا نفش غيرها بندخلها على السي بي يو. هيها اشتغلت من 0 ل 1. ايش صار في 1؟ اجت عندي عمليه ثانيه. تمام؟ قديش هذه صارت؟
اشطب عليها واكتب 7. ليش؟ اشتغلنا 1 سكند تمام؟ وليش احنا وقفناها؟ لانه احنا بنشتغل نظام بري امتف. ليش يعني بري امتف؟ وانا شغال انا ضايل لي 7 والعمليه اللي اجت 4 فهي الشورتست. ما دام بريمشن بدنا نطلعها وندخل هذيك الاقصر. فهذه شطبناها صارت 7 تمام. بندخل بي 2. بي 2 بتضلها شغاله لغايه هاي 2. احسب هنا حط لك 2. عند 2 مين وصلت؟ وصلت بي 3. قديش بدها؟ 9. هي الاقصر. بي 2 هي الاقصر خليها. وعند 3 وصلت عندي عملية ثانية اللي هي قديش؟ بي 4. قديش بدها؟ 5. برضو بي 2 هي الاقصر فبنخليها شغالة. فضلت اشتغلت من 1 ل 5 صارت ترمينيت. ما عملتش بري امشن، ما طلعت. ليش؟ لانه هي الشورتست. طيب باجي بتطلع الان انا مين موجود عندي. هذه خلصناها اشطبها زي هيك. عندي هذه وهذه وهذه. مين الاقصر؟ بي 4. هاي بشتغلها من 5 ل10. كلهم صاروا موجودين الان. ليش؟ لانه احنا خلص عدينا وقت الارايفل، عدينا الثلاثه. اخر شيء انا عندي هنا 3. فقلنا انه بي 4 بدها تشتغل من 5 ل 10 اللي هي 5 ثواني. على اي اساس حطيت 10؟ ايش يعني على اي اساس حطيت 10؟ لانه هي بدت التايم 5 وهي بتتطلب 5 دقائق 5 ثواني من السي بي يو تمام. فبالتالي بدت 5 حتخلص على 10. واضح؟ متأكد؟ تمام؟ هيك بنكون خلصنا بي 4. اشطبها. انت هيك بدك تشتغل فعليا في المسألة عشان تقدر تتبع وتعمل الجانت تشارت، خاصة في موضوع البريمشن ونون بريمشن. وهذا محل أسئلة كثير في الامتحان. بطلع خلص بصير زي بالضبط عادي. يعني احنا هنا وين طلعنا؟ طلعنا بي 1 ودخلنا بدلها بي 2. في النون بريمتيف خلص بخلي بي 1 لما تخلص شغلها وبعديها بكمل الباقي حسب الارايفل. حسب الاقصر. بالضبط. مش حسب الارايفل كان، حسب الاقصر. ماشي، ما هو حسب الاقصر اذا كان، ما هو حسب وصولهم برضه، بدك تاخذ الارايفل تايم بعين الاعتبار. يعني انا عندي في البدايه هنا قلت انا عندي ات تايم 0، مين في عندي؟ بس بي 1. بي 1 7 بدخلها هي. تمام؟ طيب فشطبنا بي 4، مين ضايل؟ ضايل في الدوره هاي، ضايل عندي بي 1 وبي 3. مين اخسر؟ 7. نرجع هنا لبي 1 بتشتغل من 10 ل 17. هي احنا قلنا ضايل 7 من الاول. ليش؟ لانه اشتغلت يا دوب ثانيه وبعدين قلنا لها اطلع، اجا اكثر منك. بعد ال 17 ضايل عندي اخر واحده اللي هي بي 3، 9 من 17 ل 26. طيب الآن نبدأ نحسب الـ average waiting time. أنا عندي بي 1 قديش استنت؟ لا استنت، طلعناها 9 و استنت 10 مسافة. استنت المسافة هذه 10 بالضبط، لانه هي اشتغلت بس يا دوبها 1 ثانيه. يبقى هنا 10 ناقص، وين ما انتهت هنا ناقص 1. طيب بي 2
بدأت تشتغل متى؟ عند واحد. لا بدأت تشتغل عند واحد. وقتاش اجت؟ واحد. عشان هيك واحد ماينس واحد. بي اثنين arrived at time one وبدأت تشتغل at time one. يبقى واحد ناقص واحد الويت تبعها زيرو ما استنت. تحسب بهذه الطريقة. لأنه يعني قد يكون إنه افترض إنه هي وصلت لك at time two. برضو بنظام البريمشن تبعنا تدخل. فبدك تحسبها بالكيفية هذه. اثنين ناقص اثنين. طيب. ثلاثة. استنت بدت آت 17 لكن هي متى وصلت؟ آت 2. فبنا نحسب قديش انتظرت بالوقت. انا وصلت والله على التنتين بس بدت على 17 يبقى استنت 15 ماينس 2. لانه هي وصلت at time 2 وبدت تشتغل على 17 يبقى قديش استنت؟ واضح؟ علي صوتك. علي صوتك. ناقص 2. هيها وصلت بي 3. احنا بدنا نحسب لبي 3. هاي بي 3 متى بدأت تشتغل؟ على 17. بس هي اصلا متى وصلت؟ ما وصلتش من تايم 0. وصلت بعد مرور ثانيتين من بدء العمل. يبقى هي وصلت على التنتين وبدأت تشتغل على 17 معنى ذلك انه هي استنت بس 15. 17 ماينس 15 بطلع. تمام. وبي 4 اشتغلت عند 5 ووصلت عند 3. بالضبط اشتغلت عند 5 ووصلت عند 3. فالشورتس بدك تركز فيه في حل المسائل. طبعا تقسيم 4 للأفريج بيطلع انا عندي 6.5. ايش بتستفيد منه؟ ايش ليه انه الأفريج ويتنج تايم كل ما كان اقل بيكون الالجوريثم افضل. فممكن انا اجيب لك في الامتحان انه انا في عندك مجموعه من البروسيس هيها من بي 1 لبي 5 هي الارايفل تايم تبعها هي السي بي يو تايم تبعها قل لي مين من الثلاثه الجوريثم هدول او تو الجوريثم هدول افضل. فانت بتطبق هذه ولهذه تحسب الافرج ويتنج تايم وبتطلع مين الافضل. واذا كان حساب الافرج ويتنج تايم عندك غلط مش هتقدر تحدد مين الافضل. ملي سكند تايم يونت بغض النظر هو في الغالب ملي سكند. طيب يبقى عشان نلخص الموضوع احنا حكينا انه اول الجوريثم كان فيرست كام فيرست سيرفد والالجوريثم الثاني شورتست جوب فيرست وكان منه نسختين بريمتيف ونون بريمتيف وشفنا كيف بيشتغلوا. نيجي للالجوريثم الثالث اللي هو برايورتي الجوريثم. برايورتي بتعني الاولويه. هو عباره عن انتجر عباره عن رقم يعني بيكون مرتبط مع كل عمليه. يبقى انا عندي العمليه فيها بروسيس اي دي عباره عن ايدنتيفاير للعمليه. بدنا نضيف كمان رقم ثاني بيعبر عن الاولويه تبعتها. فبصير في عندها رقمين، رقم للاولويه ورقم للعمليه. طبعا السي بي يو از لوكيتد نعطي السي بي يو للعمليه اللي لها اعلى اولويه. كيف بدنا نحدد اعلى اولويه؟ في عندنا نظام انه السمولست انتجر معناها الهايست برايورتي. كيف؟ هذا
بالضبط اقل اقل فاليو في البريوريتي بتكون لها اعلى اولويه. اوعى تلخبط بيناتها، اوعى تفتكر انه والله كل ما زاد الرقم معنى ذلك انه بتزيد الاهميه. لا، انا عندي الاولويه واحد، معنى ذلك انه واحد وخمسه مثلا، مين اعلى اولويه؟ واحد. تمام. في بعض الانظمه بتشتغل بالعكس، بس هذا الشائع انه الاقل اعلى اولويه. وفي منها نسختين، بريمتر ونار بريمتر. ايش يعني؟ لو اجت وحدة لها اعلى اولوية وهي شغالة بنطلعها وبندخل البروسس اللي لها اعلى اولوية، هذه بريمتر. نار بريمتر خلاص بنخليها شغالة مش مشكلة، بنكمل. لا، لانه انت ترتيبهم في الكيو، انه يفترض ان انت في عندك عملية، وكان في اصلا عندك في الكيو ثلاث عمليات موجودة، تمام، فعلقيت العملية هذه الجديدة الا اولوية اعلى من الثلاثة، فهي بعد ما تطلع، بعد ما تخلص العملية هذه الموجودة مش اتفقنا انه هي نون بريمتر، هي بتيجي بعدها، فبتسبق الثلاث عمليات الموجودين في الكيو. تمام. طيب، حقيقة احنا ممكن نعتبر انه shortest job first هو نفسه البريوريتي algorithm، لو كان انه CPU burst time هو عبارة عن البريوريتي. مش احنا اتفقنا انه smallest هو على اولوية؟ لو كان CPU time، احنا مدور على shortest job اللي الجوب تبعها بتكون اقصر، معنى ذلك لها اولويه اعلى. فممكن اجيب لك اياه ترو فولس في الامتحان، اقول لك انه شورتست جوب فيرست هو عباره عن، لا يعني البريورتي الجوريثم هو نفس الشورتست جوب فيرست لو اعتبرنا السي بي يو فيرست تايم هو البريورتي نمبر. هذا الكلام صحيح. هل جيت المشاكل تبع الالجوريثم هذا الستارفيشن اللي هي الموت، الموت من الجوع، مجاعة، انه انت عندك اولو يعني عمليه الاولويه تبعتها ضعيفه ما لهاش واسطه، كل ما يجي بتزور يجرب عليها الدور بتجي بروسس الى اولويه اعلى، بتيجي بتضلها تستنى فوريفر، حتموت من الجوع، بدها السي بي يو مش قادره يعني ما فالحل انه احنا نعملها ايجنج، انعاش. كيف بدنا ننعشها؟ بنزود البريوريتي تبعتها اذا طولت وهي بتستنى. واضح؟ يبقى البروبلم تبعت البريوريتي انه الستارفيشن، معنى ذلك انه هي راح تستنى في الريدي كيو لوقت طويل جدا، واحتمال كبير انه عمرها ما راح تتنفس. فعشان نخليها تتنفس انه بعد فترة زمنية معينة، بعد مثلا 10 دقائق 20 دقيقة بنزود البريوريتي تبعتها، فبالتالي ها انه ممكن انه هي تتنفس. يبقى اجمالا بدي الخص هنا مشاكل الالجوريثمز. مشكلة الفيرست كام فيرست سيرفد، في عنده مشكلة سميناها كونفوي افكت وشرحنا ايش هو، ومشكلة الشورتست جوب فيرست اللي هي موضوع الاستيميشن، انه احنا شو بعرفنا شو هو سي بي يو بيرست تايم للعملية، فقلنا بدنا نحله بموضوع الاستيميشن. ومشكلة البريوريتي الستارفيشن والحل تبعه الايجنج. تمام. هيك انا برجع لك مشاكل الالجوريثمز بالاضافة ايش الحلول تبعها. مثال، عمليات من واحد لخمسة والبيرست تايم لكل واحدة والبريوريتي، ضفنا هنا عمود جديد اسمه البريوريتي. اما في الشورتست ضفنا عمود اسمه الارايفال تايم، بيهمني الارايفال تايم. مش عارف تدخل عن بعض كيف؟
في عندك الطباعة في مشكلة فيها العمود رابع ولا بس ثلاثة؟ ثلاثة شو؟ في مشكلة في الطباعة مشكلة غريبة فهم؟ طيب نيجي شو؟ هذا نون بريمتف. إذا كان بريمتف بعطي لك عمود رابع في الرايفل تايم. طيب الجانت تشارت إن هنا عندي هنا مين أعلى أولوية؟ بيتنا هي بدها تبدا بي التام. هذا على فكره فيها مشكله. لا 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 في 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 مشكله في السلايد. تضغط كمان لا طيب في السلايد ورا مش عارف. اوكي كان ممكن انزلها هيك. لا مش لا استنى شوي هذه بنزلها هيك والكتاب بي دي اف وينه في نفس المجلد. هو في مجلد فاتح يعني تحت فيش مجلد فاتح تحت هاي. طيب ارجع ارجع لا نظام التشغيل نظام فنان بريم انت بعطينيش وقت وصول صح؟ لا طيب هكذا انا كيف بدي اظهر لك الشاشة هذه انه طيب هاي المثال هاي الـ Priority Scheduling هاي نفس الجدول الموجود عندنا تمام. هذه كيف بنخفيها؟ هذه تمام. هاي الـ Priority Scheduling هاي نفس المثال اللي عندي. الـ Gantt Chart هنا ببدأ أنا عندي B2 B5 B1 B3 B4. أنا عندي في السلايد لو طلعت بدي هنا B1 العكس فالسلايد هي هذه هذه هي هذه هذه الغلطة الوحيدة. طب خليني أصلحها بس باقي شو اسمه مش فيش فيها مشكلة. فهذه ممكن أجيب لك إياها تجيش أظن في تونس لا ترسبونس ما لا قطع تمام. فأنا عندي أقصر عملية بي 2 هي بدينا بي 2 فامسح هذه اللي عندك وحط عليها بي 2 من 0 ل 1 عندك في السلايد وبعديها بعد ما خلصنا هذه مين الأقصر أنا عندي؟ خمسة في خمسة من واحد لستة وبعديها مين الأقصر؟ بي واحد بي واحد هيو من ستة ل 16 10 وبعديها
هذه 3 يبقى 4 4 ب 3 2 من 16 ل 18 وبعديها ب 4 ب 4 1 من 18 ل 19 تمام. فهاي انه تتاخذ كصورة قصدك بين شروط القطع بدالك في اداه القطع عندنا في اداه القطع تحت تحت شريط المهام شريط المهام وين جنب النتفليكس تحت جنب النتفليكس لا على الجهه الثانيه على الجهه الثانيه لا جنبها من الجهه الثانيه نعم هاي يا باشمهندس هادي لقيت عمل نسخ كنترول سي كنترول سي كنترول اس كنترول اس سيب ولا انا بدي احطه على السلايد مباشره ما جربتش انسخ كده لازم تحفظ هاي جاب فبحط لك اياها فوق هديك بس الاستجابه عندك عارف الجهاز دائما سريع تنطحني مع تمام فهيها فوق هذا والله دائما سريع مش عارف اللي يصفى تمام هاي سيف احفظ كل الخرب يشغل طيب تمام فهذا نون بريمتد كان بريمتد بدنا نطلع على الرايفل تايم وتشتغل فيه نفس الاسلوب فلقيت قدامك تمرينين تتدرب عليه تمام بتجيب هالتمرين هذا وبعدين انت في عندك نهايه الشابتر برضه في تمارين بتحلها لانه موضع اسئله امتحان بتحط انت عندك الرايفل تايم وبتشوف انت عندك الجانت تشارت وبتتاكد انه الجانت تشارت صح ولا لا بالاضافه للشورتست جوب فيرست احنا اشتغلنا نسخه بريمتيف تشتغل نسخه ثانيه نون بريمتيف عشان تتمرن عليها طيب هلقيت نيجي للالجوريثم ما عرفش قديش 4 3 4 للالجوريثم راوند روبن ار ار الراوند روبن نعم لا 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 راوند روبن زي تدوير في لاعب كرة قدم اسمه روبن طيب لقيت الراوند روبن تشتغل نظام حصص فيرست كام فيرست سيرف اللي بيجي اول بندخله اول شورتست جوب فيرست الجوب الاقصر بندخلها اول برايورتي لينا برايورتي اعلى بندخلها اول راوند روبن انا فيش عندي واسطه بنشتغل نظام حصص بالضبط بحط انا عندي تايم تايم كوانتم حصه زمنيه تايم كوانتم كيو تمام هذه عاده بتكون سمول بعطي كل عمليه حصه من الوقت هذه خلصت بطلعها بدخل اللي غيرها عشان وبرجع بلف عليهم عشان هيك راوند روبن تمام هكذا التايم كوانتم هذه عاده بتكون من 10 ل 100 ملي سكند بعد ما يخلص الوقت زي ما اتفقنا البروسيس بري امبتد هذا فيش فيها مجال لازم نعمل بري امبشن فيش فيها نون فيش فيها نون بري امبشن بس هذا الموضوع زي كيش مرنا عليه اللي هو قصه انه اعطيه وقت هو اللي شرحناه في الناس
اللي في الماتش بين افضل مفاجاه انه مش خلص وقت التوقف المعالج بدل ما حصل بقى البي سي بي ما لا مصطلح بريمشن ما مش عارف ايه تعطيك العمليه اللي هو الشيء انه انا عندي انواع ال او اس انا عندي في شير تايم شيرنج وفي انا عندي باتش انه هو بيضل شغال لغايه لما تطلب عمليه اي او وساعتها ببدل اما التايم شيرنج انه ببدل بيناتهم بسرعه بعطيهم حصه وقت بالضبط وهو هذا شائع استخدامه يعني في أنظمة التشغيل هو فعلياً الراوند روبين هو اللي شائع استخدامه هو في الحقيقة هايبريد إنه بتلاقي إنه بريوريتي مع الراوند روبين في وسط وين ما كان في وسط تمام بنطلعها بنرجعها على نهاية الريديكيو مش في أي مكان في الريديكيو نهاية الريديكيو لسه عمالها ماخذة حصة على الجيت لما بدها ترجع على الريديكيو بدها ترجع آخر واحدة طيب لنفترض أننا في عندي N من العمليات في الريديكيو تمام والتايم كوانتم Q فبالتالي حصة كل واحدة قديش هتكون واحد على N هذه من السي بي يو ولا وقت؟ هذه من السي بي حصة الوقت لا اخذ السي بي يو سي بي يو تايم تمام؟ من الوقت الكلي للسي بي يو هي حتحصل واحد على ان انا عدد البروسيس انا عدد البروسيس هي انا عندي 10 عمليات انا ححصل 10 السي بي يو تايم يعني ايش بيشتغل عندك ما عمالي بحكي الراوند روبن هو المستخدم اكثر شيء بالاضافه للبريوريتي بيكون هايبريد الجورثم الجورثم بيستخدم التنين هذا ملوش علاقة بمعالجات انتل هذه شغلة لها علاقة بنظام التشغيل نفسه فبتقول والله نظام تشغيل ويندوز ايش بيستخدم نظام تشغيل لينكس ايش بيستخدم بالضبط فانت عندك الاغلب بيستخدم راوند روبن مع بريوريتي هايبريد شغلتين سوا تمام؟ طيب وبالنسبة للانتظار كل عملية بتنتظر مش أكثر من الـ N plus minus 1 ضرب Q أنا في عندي 10 عمليات قديش حصتي؟ 1 على 10 قديش حستنى؟ أكثر 10 9 بالضبط عشان هيك N minus 1 ضرب Q اللي هو الويت التايم كوانتم يعني التايم كوانتم 9 مضروبة في حصة الوقت حصة الوقت لو كانت 3 ملي سكند فبتضرب 9 في 3 3 ملي سكند التايم كوانتم بالضبط كله 3 ملي سكند طبعا التايم كوانتم زي ما ذكرنا انه قيمة ثابتة بتكون بين العشرة والمئة ملي سكند تمام؟ هلقيت أنا بحتاج تايمر انتربت كيف إحنا بدنا ناخد الديسيجن تايمر انتربت كل ما تخلص حصة الوقت بدنا نعمل انتربت للعملية تمام؟ عشان إحنا نعمل سكيجول للنكست بروسس بالنسبة لأداء أو كالجوريثم بدك تطلع له إذا كانت لكيو لارج أو سمول إذا كانت لارج بصير الراوند روبن نظامه زي الفيفو متخيلين كيف؟ أنت بتعطي له حصة وقت كبيرة أكبر من اللي بده إياه فبالتالي إنه حسب الأرايفل تايم تبعهم فبالتالي بصير نظام فيفو أو فيرست كم فيرست سيرف بالضبط أما إذا اخترتها صغيرة كتير إيش بده يصير؟ راح يتحول النظام يكون مشغول أكثر شيء في التبديل أكثر من التنفيذ فعشان هيك بدك تختار قيمة التايم كوانتم لا هي كبيرة كتير ولا هي صغيرة كتير تمام؟ فبالتالي إذا كانت صغيرة بيكون مشغول في الكونتكست سويتش
وهذا بسبب اوفر هيد. الحصه ضئيله جدا، لسه يا دوب ما دخلت الا بتقول لي خلص الوقت، بده يعمل سيف للبي سي بي ولود للبي سي بي ثاني. هو فعليا ما اشتغلش بالضبط. مثال، عندي مجموعه من العمليات بي 3 بي 1 2 3 سي بي يو بيرست تايم 24 3 3. هنا اعطي لك انه الجوريثم راوند روبن واعطى لك معطى هنا اتوميك كوانتم 4. شو علي صوتك؟ نكرر ايش؟ لانه التايمك وانتم 4، من 10 ل 14، من 14 ل 18 نفس العملية. ليش؟ لانه مش ضايل اللي هي. خلينا نتبع من الاول. هجيت انا بدينا في بي 1 اديناها تايمك وانتم من 0 ل 4، خلص وقتك اطلع. قديش صارت؟ 20. بعديها جبنا بي 2 التايم كوانتم 4، خلصت على 7، هيك شطبناها. بعديها بي 3 من 7 ل 10، هي بدها 3 والتايم كوانتم خلصت قبل التايم كوانتم، من 7 ل 10 هيك شطبناها. بعديها هنا 10 ل 14، 14 ل 18، 18 ل 22، بضلني لغايه ال 30 لغايه لما اخلص. نفس البروسيس لانه ما في غير. كمقارنه بين الالجوريثم، انه الافرج ويتنج تايم اعلى شوي، عفوا الراوند روبن لها تيرن اراوند تايم اعلى من الشورتست جوب فيرست، ولكن الريسبونس تبعها بيتر. مش احنا عندنا خمس معايير؟ عندي الريسبونس تايم والافرج ويتنج تايم والتيرن اراوند تايم. صحيح انه التيرن اراوند تايم للشورتست انه اعلى من الشورتست جوب فيرست، لانه احنا حكينا انه الشورتست جوب فيرست هو الاوبتيمال فعليا، ولكن الريسبونس اعلى. ليش؟ لانه ببدل بين العمليات بسرعه، فكل عمليه بتحس حالها انه هي بتشتغل، لكن في المقابل في الالجوريثم الثانيه بعض العمليات بتلاقي حالها انه هي طول الوقت وهي قاعده بتعمل ويت بس. لكن في هذا النظام بالضبط تجيها حصه من الوقت ترجع تجيها مره ثانيه وهكذا. طيب يبقى كيو شود بي لارج بالمقارنه مع الكونتكست سويتش تايم. يعني لو الكونتكست سويتش تايم انا عندي لود للبي سي سيف للبي سي بي ولود للبي سي بي بياخذ انا عندي 20 ملي سكند، لازم الكيو تايم كوانتم تكون اكثر من 20 ملي سكند. تمام؟ حكيت احنا عشان نتجاوز مشكله انه بيكون مشغول في التبديل اكثر من التنفيذ، فبنشوف قديش مقدار الكونتكست سويتش انا عندي في النظام. بالضبط، لنفترض انه حسبناها لقيناها اون افريج بتاخذ 25 ملي سكند، فبالتالي تايم كوانتم يفترض يكون اكبر من هذا الرقم. يعني ما يفترض ما تختارها اقل من 25 ملي سكند. لو اخترتها 25 او اقل حيكون مشغول في التبديل اكثر من التنفيذ، فبتختارها عادة أكبر من ال 25. اليو مايكرو هذه آخر سطر. آخر سطر. أم أس وين هاليو؟ آخر كلمة. كيو. مش يو. آخر كلمة في آخر سطر. مايكرو سكند نعم. إنه هنا السويتش عادة بياخذ أقل من 10 مايكرو سكند. فبالتالي الكيو الرينج تبعها الاوبتيمال انه من 10 ل 100 ملي سكند. طيب لنفترض انه هنا في عندي عمليه بدها 10 ملي سكند، وبدنا نشوف هنا كم مره بنبدل في حال انه انا في عندي الكيو الكوانتم بيختلف. كوانتم مش الكيو.
في حال كان الكوانتم 12 ولا مرة ببدل، في حال كان 6 ببدل مرة واحدة، وباخذ من 0 ل 6 وبعديها من 6 ل 10. ولو كان التايم كوانتم 1 حبدل 9 مرات، متخيل بنفس العملية. هذا التشارت بيوضح لك او بيبين لك أهمية اختيار التايم كوانتم بحيث انه هو يكون مناسب، لانه تخيل انه انت عندك لو كان صغير هنا زي هاي الحالة او هاي الحالة، العملية الواحدة انه بما انه فيش غيرها برضو حتحتاج انه هي تعمل كونتكست سويتش لود للبي سي بي تبعتها وسيف للبي سي بي تبعتها، تمام؟ فعشان هيك بدك تختاره بشكل مناسب. طبعا هذا بيوضح لي التيرن اراوند تايم، تمام؟ في اختيار في حاله اختيار التايم كوانتم، لانه انا عندي بضل في هذا الالجوريثم لك السؤال هو ايش هو التايم كوانتم المناسب. يبقى الجايد لاينز رقم واحد في اختيار التايم كوانتم اتفقنا انه لازم يكون اكبر من الكونتكست سويتش. قديش الكونتكست سويتش؟ قلنا في الافريج 10 نانو سكند، فبالتالي الرينج لازم يكون من 100 من 10 ل 100 واتفقنا ملي، نعم واتفقنا انه ما يكونش اكبر من ال 100. ليش؟ لانه حيصير فيفو. هذا اول جايد لاين. الجايد لاين الثاني انه في العمليه الواحده لو كانت هي موجوده بدي اطلع كم مره بعمل كونتكست سويتش، فبلاقي انه هذه عمل كونتكست سويتش مره واحده مناسبه، انه كان انا عندي التايم كوانتم 6. هاي بيحاول يبين لي انه برسم لي انه التايم كوانتم بالنسبه للافريج تيرن اراوند تايم. الافريج تيرن اراوند تايم قلنا بدنا نقلله ولا بدنا نزيده؟ نقلله، بدنا نقلله. فهنا لما زاد التايم كوانتم عند الستة فعلا جاب لي اقل تيرن اراوند تايم، فبالتالي ها بقدر اقول لك انه الستة كتايم كوانتم مناسبة، لانه هنا احنا اخترناه ستة كتايم كوانتم، بس عملنا عملية تبديل واحدة. لو قللنا اكثر من هيك او زدنا اكثر من هيك حي انه 12، فبتصير انه كثيرة، وواحد لو خليناه واحد حبدل 9 مرات، فالستة مناسبة. لا نفس الموضوع. المالتي ليفل كيو انا عندي الكيو بيستخدم اكثر من سكيجولينج الجوريثم. الكيو نفسه بيستخدم اكثر من هايبرد لا مالتي ليفل. اكيد حنشوف كيف، يعني انه ببساطه بيكون في عندي اكثر من كيو. الشابتر اللي بعده
اوكي ماشي، خلينا نتوقف هنا.